أما الآن فمع أخبار المال والأعمال ومصطفى ميزار. شكرا سحر وشكرا رغدة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة من أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة. أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن طرح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لثلاثة مجمعات صناعية جديدة تشتمل على 1000 وحدة صناعية كاملة المرافق والتجهيزات في ثلاث محافظات بالصعيد وهي قنا وأسيوط وأسوان. تستهدف هذه المجمعات الصناعية الكيماوية والهندسية والغذائية والدوائية ومواد البناء والنسيجية، وتم تخفيض أسعار الوحدات الصناعية للمجمعات المطروحة بنسبة 40% عن تكلفتها الفعلية. يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية مصنع جاهز للترخيص لتشغيل الشباب ودعم قطاع المشروعات الصغيرة. أطلقت مصر فعاليات يوم الحقل السنوي لمحصولي الذرة الشامية والأرز بمحطة بحوث سخا بكفر الشيخ، وتفقد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير ومحافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، تفقد حقول المشاهدة للهجن والأصناف الجديدة المقاومة للأمراض والتي تتحمل التغيرات المناخية المختلفة، كما تم تفقد محطة غربلة تقاوي المحاصيل الزراعية بالمحطة. وخلال فعاليات الحقل والحفل أكد وزير الزراعة السيد القصير أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في الاعتماد على التقاوي المعتمدة ذات الإنتاجية العالية لدعم المزارعين وزيادة دخولهم. أضاف القصير أن هناك إقبالا كبيرا من مختلف دول العالم على الصادرات الزراعية المصرية. زملائنا الباحثين أن بيستنبطوا أصناف أولا مبكرة النضج، يعني مبكرة النضج لما توفر 20 يوم معناها انها وفرت ريه او اتنين، وبالتالي ان انت محصول وفرت فيه ميه، دي نمره واحد. نمره اتنين لما يبقى عالي الانتاجيه يزود اردبين في الذره او القمح يبقى معناها ان انت زودت الانتاجيه كانك زودت مساحه ارض. الحاجه الثالثه ان انت تنتج محصول مقاوم للامراض وهو ده اللي بيشتغلوا عليه، عشان كده بتلاقيهم ده صنف قديم ونعيد تحسينه. بنستنبط اصناف وبنشتغل على الاصناف والهجن اللي هي تبقى مقاومه للاجهادات البيئية وتبقى برضو مقاومة للأمراض، وبالتالي تبقى نقدر نتعامل مع ظروف التغيرات المناخية اللي احنا داخلين عليها. شهدت محافظة المنيا زراعة عدد من الأشجار بحي جنوب المدينة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، وذلك في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 ضمن الجهود المصرية في ملف المناخ. قال محافظ المنيا أسامة القاضي إن الدولة تعمل على ترسيخ قيمة الحفاظ على البيئة وتطوير القطاع الزراعي، وأكد على ضرورة توعية المواطنين من أجل التكاتف لتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقة وترشيد الاستهلاك والعمل كذلك على استغلال الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة. في أسواق المعادن النفيسة هبطت أسعار الذهب العالمي إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع لتصل إلى 1753 دولار للأوقية. محليا سجل الذهب عيار 18 ما قيمته 923 جنيه، بالنسبة لعيار 21 فقد وصلت قيمته إلى 1077 جنيه، في حين وصل عيار الذهب 24 إلى 1231 جنيه، وبناء عليه وصل سعر الجنيه الذهب إلى 8616 جنيه. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط في آخر تداولاتها، لكنها تكبدت خسارة أسبوعية بفعل صعود الدولار، وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 0.13% عند 96 دولار و72 سنتا للبرميل الواحد، كما صعدت كذلك العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.1% لتبلغ 90 دولار و77 سنتا للبرميل، كما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.31% لتصل إلى 3 دولارات و65 دولار لللتر، كذلك ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.61% لتسجل 9.34 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
أظهرت بيانات رسمية في زيادة واردات الصين النفط الخام من السعودية الشهر الماضي بالمقارنة مع يونيو إلى 7.15 مليون طن. وأظهرت البيانات احتفاظ روسيا بمكانتها كأكبر مورد للنفط للصين للشهر الثالث بواردات بلغت 7.15 مليون طن، بزيادة بلغت 7.6% عن العام الماضي. بهذا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة.